كنظن بان 48 ساعه مهمه بزاف لينا ان شاء الله. بلاد كامل كيتسنى في هاد الكاليفيكاسيون 25 عام باش المنتخب ما تاهلش للكوب دي موند، وكنتمنوا ان شاء الله نديروا مباراه مزيانه ونسيو نفوزوا بالمباراه الا قدرنا، ولكن الا درنا التعادل كلشي مزيانين ان شاء الله غير نتاهلوا لهاد الكوب دي موند ان شاء الله. غتكون مباراه صعيبه، عارفين بان لاعبين هما دوميسيل دونك سافا ايت بلو كومبليكي بور نو، ولكن مي جوبونس كو عندنا اللعابه اللي كي اون بوكو ديكسبيريونس ان شاء الله ما يكون غير الخير. بيان سور اون ا بي فوار، شفنا اش الوداد داروا وكنهنئهم، و ايزون كري كيك شوز دو بو ماروك ان شاء الله. حنا الى اون سي تري بيان كي اون سكاليفي بور لا كوب دو موند ان شاء الله غادي يكون لامبيونس زوينه في المغرب، ولكن في كاع لي بي دو موند فين كاينين المغاربه ان شاء الله، وهذا الشيء اللي باغي ان شاء الله. كندور الحلم ديال كلشي اي مغربي، وان شاء الله نديروا الماتشات اللي عملنا خمسه في الكواليفيكاسيون نديروا نصف شكون ان شاء الله نفوزوا ان شاء الله نرسب. ضروري تكون صعيبه، حتى الماتشات الاخرين ما كانوش ساهلين، خصنا نديروا اللي درناه في الماتشات ديال مالي وغابون، خصنا شي نمشيو في الدفاع خصنا حتى ناتاكيو وان شاء الله نماركيو حتى هنايا ان شاء الله. بحالي انا عندي 32 هذه لي شانج الاخرى باش نمشيو لكاس العالم، وان شاء الله نديروا كل شيء باش نمشيو تما ان شاء الله. كما شاهدنا في المنتخب الوطني المغربي خدا اليوم اول حصه تدريبيه ديالو له بابيجان على ارضيه ملعب بينيسول التابع لفريق اسيك ميموزا في حدود الساعه الخامسه. جميع اللاعبين كانوا حاضرين في الحصه التدريبيه، والمنتخب ايضا عنده حصه اخرى يوم غد على ارضيه ملعب لغشاد مباراه تاريخيه يوم السبت. اذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي باش يتاهل المونديال روسيا.